أما مشاهدينا وصلنا لفقرة شير، شو هي كانت أبرز فرص العمل والمنح الدراسية وأيضاً الدورات التدريبية اللي حبينا أنه نشارككم فيها بحلقة اليوم؟ رح نبدأ بمنحة دراسية ببريطانيا للاجئين. عم بتقدم جامعة تشستر منحة دراسية للاجئين الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية. طبعاً هي المنحة بتغطي تكاليف الدراسة كاملة للطلاب الباحثين عن اللجوء بالمملكة المتحدة. طبعاً من الأشخاص اللي تنطبق عليهم الشروط التالية، هو يكون طالب لجوء أو الحماية الإنسانية بالمملكة المتحدة، أو شريك أو معتمد على شخص تقدم بطلب اللجوء، شريك أو أحد أفراد عائلة شخص تم منحه فترة محدودة للبقاء في المملكة المتحدة، أو أي شكل آخر من أشكال الإقامة المؤقتة تقبل لهم طلبات اللجوء. وأيضا خلينا نروح أيضا لمنحة دراسية تانية ببريطانيا. عم تعلن جامعة سوسكس ببريطانيا عن تقديم منح سوسكس العام الأكاديمي 2019 و2020، حيث تستهدف هي المنحة الطلاب الراغبين بالحصول على درجة البكالوريوس. طبعا الفائز اللي حيحصل على هالمنحة حتكون بقيمة 2000 جنيه استرليني كمعونة خلال السنة الدراسية الأولى له بالجامعة. وأيضا أكيد ما بننسى الأشخاص اللي تخرجوا وحابين أنهم يكملوا دكتوراه، كمان في عنا منحة دراسية عم تقدمها جامعة لينكولن بنيوزيلندا. عم تقدم عدة منح دراسية لطلاب الدراسات العليا اللي هن عندهم الرغبة بإكمال درجة الدكتوراه والبحث بمجال الفلسفة. رح تكون معايير اختيار الطلبة على حسب المعدل الطالب، يجب أن يكون معدل الطالب 80% فحاصل على درجة A، أو طبعا بعض من الشروط المطلوبة كمان أنه يكون المتقدمين جدد ببرنامج الدكتوراه من جامعة لينكولن، بحيث أنه يبدو الدراسة بالفصل الدراسي بعد الحصول على المنحة الدراسية مباشرة، وأنه يكونوا قد سجلوا ببرنامج لينكولن للحصول على درجة الدكتوراه قبل 6 أشهر على الإطلاق من تاريخ إغلاق الطلبات. تاريخ إغلاق الطلبات رح ينتهى بشهر 10، فبعتقد معكم وقت لحتى أنه تقدروا تسجلوا إذا حابين تكملوا الدكتوراه بأحد المجالات المعينة. وأيضا عنا فرصة تدريب مهني. عم بتقدم مؤسسة التدريب المهني بالأردن برنامج تدريب مهني مدته 800 ساعة بتكلفة 30 دينار تندفع كل فصل بمجال السكرتارية. بيقوم المتدرب من خلاله على استقبال الزوار وترتيب المواعيد وتوجيه استفسارات لرئيسه مباشرة إلى الجهات المختصة بالعديد، وأيضا هناك العديد من المهام الأخرى اللي بيدرب عليها الشخص. وآخر شيء عنا دورة مجانية للمهندسين. عم بتقدم منصة EDX دورة عبر الإنترنت بالهندسة والتصميم للتعرف على المجالات الأساسية بالهندسة واستكشاف عملية التصميم الهندسي بدءا من التصميم المفاهيمي وتقييم الاختيار الأمثل وحتى تصميم النماذج الأولية وبناء المشاريع. فهذا الشيء بعتقد كتير مهم. الدورة طبعا رح تكون باللغة الإنجليزية لمدة 3 أسابيع بمعدل 2 ساعة لـ3 ساعات بالأسبوع، فمانو كتير. فإذا حابين أنكم تكملوا فيها ففيكم أنكم تبدوا فيها من هلأ. وأيضا المتدرب رح يحصل على شهادة مصدقة بهالدورة مقابل دفع مبلغ مادي معين. هي كانت أبرز المنح الدراسية وكانت أبرز أخبارنا. إذا حابين أنكم تشوفوا تفاصيل أكثر عن هالمنح وعن هالدورات التدريبية فيكم تفوتوا على يوتيوب، بس تنزل الحلقة تضغطوا على الرابط وتتابعوا كل التفاصيل. وأيضا ما تنسوا تتابعونا على يوتيوب وتشوفوا حلقات فولو أب أول بأول، فيسبوك تويتر إنستغرام. هي كانت أخباري لليوم، أنا بدي أودعكم. لقاءنا بيتجدد بكرة بنفس التوقيت، أخبار جديدة وترندز جديدة. باي باي.